السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في شهيوات كريم كويسون ديال الجودة. شهيوتنا اليوم سهلة ولذيذة ودغية كتوجد، اللي هي الشوربة ديال البواغو أو البورو. مفيد بزاف، غني بالألياف الغذائية اللي كتساعدنا على الهضم خاصة في هذا الشهر الفضيل. والمكونات اللي غنحتاجو هما: عندنا البورو بصيلة، عندنا البطاطا اللي قطعنا بهذا الشكل هذا، ثلاثه الفصوصه ديال الثومه، الزبده باش نشحروا، وطبعا لا كريم كويسون ديال الجوده. اول حاجه غنبداو نقطعوا البورو ديالنا. بالنسبه للبصله تقطعوها كيف ما بغيتوا. غندوزو نقطعوا الثومه، ودابا غادي ندوزو للطياب. غادي ناخذ معلقه ديال الزبده، نخليو الزبده ديالنا على عافيه مهيله، وناخذوا البصله والبورو اللي قطعتهم معكم. كندوزو نديروا الثومه، كنشحروهم واحد شويه. غندوزو نديرو البطاطا ديالنا اللي قطعناها بهذا الشكل هذا. هنايا غنشحر البطاطا غير واحد شويه باش تاخذ المذاق ديال الزبده وديال المكونات اللي درنا في الاول. غادي نزيدو الماء اللي غطيب لنا فيه الخضره. من بعد ما دازت 15 دقيقه غادي ندوزو نزيدو شويه ديال البزار، غنديرو الملحه على حسب الذوق ديالكم، وانا كنزيد واحد شويه ديال الكوزه كتعطي واحد المذاق زوين. طابت الشوربه ديالنا، غادي ندوزو نطفيو عليها، نخليوها حتى كتبرد، عاد نطحنوها في طحان كهربائي. من بعد ما طحنا الشوربه ديالنا ها هو الشكل ديالها كيفاش كيكون. ودابا غادي ندوزو نزيدو اهم مكون واللي كيعطي فرق كبير في المذاق، واللي هو لا كريم كويسون ديال الجوده. دابا غادي نزيدو قياس نص كاس، نخليوها على عافيه مهيله لمده ديال 3 دقائق، ومن بعد نقدموها سخونه. وهكا غنكونوا سالينا اول وصفه من شهيوات كريم كويسون ديال جوده. الوصفه ديالنا جات رائعه بزاف، سهله وما كديش الوقت. شاركوا معنا في التعليقات الوصفات اللي كتصايبوهم بلا كريم كويسون ديال جوده. الفائزين غيجيو عندنا هنايا للبلاطو باش يصوروا الوصفات ديالهم مع جوده.